هذا المنبر كنقول لكم جلسوا في ديوركم، لان احنا راه مجندين على حسابكم، سامحين في دارنا في وليداتنا. انا دابا تقريبا 20 جوغ ما شفتش ولدي، وكيعيط لي في التليفون واتساب فيديو كنشوفو كنبقى نبكي، لان حتى هو كيبغيني، كيبغي يشوف، يبغي يكون في الحضن ديالي. نعم محتاج لي، محتاج لان باقي صغير. وكنناشدكم من هذا المنبر هذا، الله يجازيكم، جلسوا في ديوركم وعاونونا غير بالجلس في الديور ديالكم، لان حتى حنا توحشنا وليداتنا. رضي عليك، منين صابر على عليا، ما نعستيش في الحضن ديالي، ما بوستينيش، ما درجعتينيش، كنقول له الله يرضي عليك. وكنتسكرو دائما كيقول لي ماما انا نخرج دغيا ان شاء الله، دائما انا بكيت شي ثلاثه المرات ولا اربعه اللي كنبقى بوحديتي كنبقى نبكي. على بقاو في ديوركم باش نشوفوا وليداتنا حنا.